ليس مجرد منزل أو بيت كمعظم المنازل والبيوت، فقد شهد إصدار أخطر القرارات في تاريخ مصر، زاره غالبية رؤساء وزعماء العالم، وشاهدا على اجتماعات مجلس قيادة الثورة وقرارات التأميم. إنه منزل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في منشئة البكري بمصر الجديدة. وقد شهد المنزل أيضا العديد من اللحظات المصيرية في تاريخ مصر، أبرزها تخطيط لإقامة السد العالي. أما على المستوى الشخصي فقد شهد المنزل حفلي زفاف ابنتيه هدى ومنى، وكان يضم الطابق الأول صالونا يستقبل فيه الرؤساء والقادة أمثال جوزيف تيتو والهندي جوار نهرو. أما الدور الثاني فكان مخصصا لأفراد الأسرة، لا يصعد إليه غيرهم. حفل زفاف ابنتي هدى كان بسيطا، حيث وضعت كوشة في بداية الحديقة فيما انتشرت الموائد في جميع أرجائها. أحيا الحفل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم التي غنت أغنية مبروك عليك يا معجباني يا غالي لشريف فاضل، وذلك بناء على طلب ابنته هدى. من النوادر التي قد صاحبت حفل زفاف ابنته الأخرى منى، فكانت هي قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتصويرهما بنفسه فوتوغرافيا. منزل منشئة البكري الذي عاش فيه جمال عبد الناصر طيلة فترة حكمه لمصر، تم تسليمه إلى الدولة بعد أن توفيت زوجته تحية في 25 مارس عام 1990، لكي يتم تحويله إلى متحف كما جاء في نص الوثيقة الصادرة من مجلس الأمة في ذلك الوقت.